اذا ناخذ هلا اكزامبل 1.7 اكزامبل 1.7 اللي هو على الموتور ايلمنت. خلينا نقرا ايش هو اكزامبل 1.7. اكزامبل 1.7 في عندنا سلك موجود في كرنت عندي 0.25 دايركتد انتو ذا بيج. اذا عندي انا ماجنتيك فلوكس دنسيتي انتو ذا بيج. ايش الاشاره تبعت انتو ذا بيج؟ اذا عندي ماجنتيك فلوكس دنسيتي داخل الصفحه بهذا الاتجاه وب قيمتها تساوي 0.25 تسلا. انا حطيت سلك عمودي عليها. السلك هذا اللي عمودي عليها طوله متر. طوله متر وبيحمل 0.5 امبير. اذا السلك عندي هون طوله متر. إذا هون عندي هذا طوله متر. إذا ال تساوي متر وبيحمل ايش كان الاتجاه التيار طالع ولا نازل؟ طالع من المثال دكتور السلك واقف النص التيار نازل. التيار نازل نزول ها؟ ايش سؤالك؟ السلك واقف النص ولا عادي؟ كيف يعني؟ يعني بين هذول؟ لا هو احنا هذول النقاط مرسومه مش انه في خط هون وفيش خط هون. يعني هذا continuous هو flux بس احنا بنرسم نقاط بس حتى نبين الهاجس مش معنى انه في واحد هون فيش واحد هو مش فيزيكال ما في شيء امسكه يعني زي اذا عندك انت تدفق لسائل هل في اماكن معينه بتكون فيها تدفق واماكن فيش تدفق بس انت بتحط اشاره انه تبين انه السائل عم بتدفق بهذا الاتجاه وشده تدفقه مثلا كذا لتر بالثانيه على المنطقه هذه لكن احنا هون بس بنحط النقاط اذا قديش قيمه الكرنت 0.5 امبيرز مضبوط؟ اذا هون عندي 0.5 امبير ماشي في هذا الاتجاه، شو راح يتكون الان عندي؟ انا عندي ماجنتيك فلوكس وفي سلك ماشي فيه تيار، ايش راح يتكون عندي؟ لا في كرنت فورس. خلينا نطلع اول شيء اتجاه الهاي، اتجاهها هي هذا موتور اكشن ولا جنريتر اكشن؟ موتور اكشن. بدي استعمل ليفت هاند رول. نبدا اول شيء ماجنتيك فلوكس داخل في الصفحه. بعدين عندي الالكتريكال كوانتيتي هي هيك نازل نزول مضبوط؟ هي ماجنتيك فلوكس هيك الكرنت نازل نزول بهذا الجهاز الفورس رح تتكون الى اليمين رح يتكون عندي فورس لاحظوا الفورس عموديه على البلين اللي بيحتوي التنين هي الفلوكس عندي بهذا الاتجاه والكرنت بهذا الاتجاه اذا هذا البلين هذا هو السطح اللي بيحتوي على التنين اذا عمودي عليه وين؟ هي الفورس الفورس يا بتكون هيك يا بتكون هيك نطلع من اشارتها بهذا الاتجاه شو بتساوي اف؟ هذا طبعا اكزامبل 1.7 نعم على اليسار ليفت هاند الموتور هي هذا عندي ماجنتيك فلوكس الكرنت وين؟ الميدل فينجر الكرنت نازل نزول مضبوط؟ وين صار الابهام موجه؟ هيك مضبوط؟ لو الكرنت كان طالع وطلوع شو بصير؟ هاي الكرنت صار لهناك الفورس. اذا عندي الان بدنا نستعمل هذا القانون اللي هو اف يساوي اي ال في بي. قديش الزاويه بين ال وبي؟ هاي سؤال مهم. 90 قديش صار 90؟ واحد. اذا هون راح اضرب بس القيم هذول في بعض. اذا راح يصير عندي هلا اف بيساوي نص امبير مضروب هذا طوله متر اظن كان مش هيك واحد متر وهاي الفلوكس ربع ربع الفلوكس كانت ربع تسلا فراح يصير عندي ربع في نص يصير عندي 0.125 نيوتن اللي هي طبعا فورس ضعيفه جدا حتى ازيد الفورس شو بدي اعمل؟ تزيد الكرنت او تزيد عدد الاسلاك عدد الاسلاك يعني بكون هدول مثلا مجموعه اسلاك 100,000 او 10,000 سلك مثلا جنب بعض فبتنضرب هاي الفورس في عدد الاسلاك اللي هو اذا هذا اكزامبل 1.7